السلام عليكم ورحمة الله. الخوت مؤخرا جا عندي واحد السيد صديق قناه، يعني بغى يحط واحد الفيديو ديال واحد الارض اللي ديال افوكا اللي هي ديجا كانت غابه فيها 136 هكتار، المهم صالحه لزراعه الافوكا. المهم اللي مهتم بهذا الامر يتواصل معايا ونلاقاو بالسيد ان شاء الله بحول الله، اللهم يسر. المهم كما قلنا الخوت، اي واحد عندي شي حاجه بغى يحطها في القناه مرحبا، يعني انا ديال الجميع ونتمنوا خير للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله. Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to live.